حياتي نيوزيلندي دولار او مازن على هذا الزوج الذي ما زال يتداول فوق دعم قوي جدا مستوى 3.58 اللي افتدينا منها، وما زلنا نبحث على الاقل تقفيل الضلع ده. طيب احنا عايزين نقفل الضلع ده الاول اللي صعد بينا مستوى دي، وبعد كده حصل انعكاس، يعني احنا ما زلنا بنستهدف 0.64 كهدف قوي. طيب انا عندي اكتر من سيناريو. السيناريو الاول اللي انا عملت ده امبوز وعملت له تصحيح. طيب هل ممكن اصعد على الشكل اي بي سي واعمل ضلع بي وبعد كده انزل وبعد كده اكمل في الاتجاه الصاعد، او يحصل انعكاس مستمر من هذه المستويات؟ لسه ما اعرفش، ولكن انا عايز على الاقل اخد الضلع ده بالنسبه لي اللي هو صعد بي من عند المستويات دي، واقفل الضلع ده وبعد كده اشوف الحركه اللي بعد منها، وبعد كده احدد اهدافي. لو انا بستهدف هدف، الهدف الاول بتاعي اللي هو 0.63 والهدف الثاني 0.64.5، ودول الهدفين بالنسبه لي. الهدف الاول هو القوي، خصوصا ان احنا قربنا نصعد. لو رحت على فريم الساعة، وخلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة في الموجة بتاعتنا، عندنا صعود خماسي بيحصل. لو لاحظناه هنلاقي نفسنا بنعمل 1 2، ده كله لسه 3 مكملش، وما زلنا بعد كده نعمل 4، وبعد كده نعمل الموجة الخامسة والأخير. الموجة الثالثة أتوقع إنها توصل لحد مستويات 78 فيب. ليه؟ هناخد القمة والقاعدة تشكلوا عندنا من الموجة الثالثة، وهنبحث عن مستويات 61 فيبو كهدف محتمل. هنلاقي عندنا هدف 0.63، والهدف الاول اللي هو مستويات 38 فيبو اللي اعتقد ان احنا هنخترقه وبقوه. كل الكلام ده طبعا وقف الخساره فيه هو قاعده تشكل عند مستويات 0.60. ما زلنا بنستهدف مستويات 0.63، وبعد كده اتوقع ان هيحصل حركه تصحيه لكل الموجه دي، وبعد كده هستهدف القمة الأخرى اللي قلنا عليها اللي هتبقى عند 0.64.5 أو 0.65. دي النظرة العامة للزوج. طيب هل الزوج ممكن يصعد أكتر من كده؟ طبعا الزوج ممكن يصعد أكتر من كده ويروح لحد مستوى 127 فيبو، وده المتوقع ليه اللي هو يروح ل 0.65 كمان، عشان يكون أنا خدت مستوى 800 لحد مستوى 127 فيبو لكل الزوج ده، وبعد كده أبتدي أستهدف التصحيح مرة. ما زالت نظرتنا إيجابية، وما زلنا بنستهدف الهدف الأول 0.63، وبعد كده هنصحح، وبعد كده نستهدف قمة جديدة للزوج. وبالتوفيق.